من الحاجات المهمه جدا وانت طالع الدوري الممتاز بصراحه بكلمكم بصراحه شديد، انت بتبقى سعيد فرقتك انك تصعد الدوري الممتاز طبعا. وفي جمله شهيره بتتقال بعد اي فريق يصعد الدوري الممتاز، هنروح نجيب لعيبه بتلعب دوري ممتاز ولعيبه عندها خبرات ولعيبه مش عارف ايه وبتاع. انتوا واثقين ان انتوا مكملين مع الفريق قلقانين من الموقف دوت ولا انت شايف؟ لا خالص يعني حتى يعني سمير يعني راجل قديم لعب برضه لعب كتير في الدوري الممتاز وانا لعبت في الدوري الممتاز، فدي يعني حاجه مش معروضه اصلا يعني مش مطروحه. انتوا كده كده مكملين. لا انا يعني انا عن نفسي حضرتك انا يعني انا بشكر الاول سياده اللواء عثمان والكابتن وبحب يعني حابب ان بصراحه ان الكابتن سيد عيد يكمل معانا في الداخليه، انا فاضل لي سنه وانا جاي لعروض يعني ممتاز ممتاز فانا بصراحه نفسي الكابتن سيد عيد اول حاجه يكمل معانا عشان ده مدرب بصراحة. مدرب كبير، مدرب شخصيه محترمه جدا صح، اقسم بالله مدينا ثقه في الملعب، انا مش عايز اقول لحضرتك ازاي واكتر يعني اكتر واحد مساندنا بصراحه يعني عايز اقول لحضرتك لو حد باص غلط بره الملعب وجوه الملعب مش فارقه مع حاجه يعني ولا يهمك كلمة ولا يهمك، بس في الملعب ما بتعصبش خالص حتى لو ايه ما فيش. فهو برضه انا بتمنى من الاداره بتاعت النادي الداخليه ان شاء الله اللي هي تتكلم معاه، واتمنى من ربنا اللي هو يكمل معانا. هم ليه دايما يقول لك انه اللاعب المصري بيبقى عايز المدرب العنيف القوي الشخصيه اللي بيزعق اللي مش عارف ايه؟ ليه دايما ليه يعني دايما كل ما اقعد مع لعيب كوره يقول لي انا احب المدرب اللي يريحني اللي ما يعمليش ما بيزعقش يزعق، اللاعب اللي بيريحني ده ويديني ثقه العب معاه، بس 90% دايما من الكلام يقول لك ايه؟ لا الفريق ده يلزمه مدرب قوي الشخصيه، مدرب بيزعق، مدرب مش عارف ايه. لا هو كده كده كابتن سيد اصلا شخصيته قويه جدا طبعا، بس هو الاسلوب بتاعه يعني ان هو بيساند اللعيبه يعني مثلا في الملعب حد غلط لا خلاص كويس برافو اللي بعدها كده، فالاسلوب ده هو يعني انا شايفه هو الاصلح في طبعًا. في لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كابتن سيد هو زي ما زيزو قال اللي هو مش شخصيه ضعيفه، لا هو قوي جدا بس هو كمان معاه شويه يعني عناصر لعيبه اقسم بالله الناس اللي بره خالص مش اللي بتلعب والله العظيم اجمد من اللي بتلعب بس هو حضرتك عارف اللي ايه اللي لعب ولعب كذا ماتش ولعب والدنيا ماشيه وبنكسب فطبيعي هو بيحافظ على ايه كل ماتش بنكسب فمحافظ بس والله العظيم احنا معانا عناصر او لعيبه محترمه جدا يمكن برضو سبب صعودنا بعد ربنا اللعيبه اللي بره مش اللعيبه اللي بتلعب ولا اللعيبه اللي على الدكه عشان ما يضغطكش اقسم بالله ما لو عامل مشكله بره هيضغطك انت نفسيات طبعا طبعا بس فده برضو فرق معانا يعني بعد الكابتن سيد والاداره واللعيبه لا انا احنا معانا لعيبه محترمين جدا بس يعني. اللي بيخلي اللعيبه محترمين واللعيبه ما تتضايقش واللعيبه ما يبقاش عندها مشاكل هو المدير الفني اكيد طبعا هو اللي بيفهمهم باهميتهم ويفهمهم ويقنعهم ان اللي بيلعبوا دول هم ماشيين كويس فانتوا مش اقل منهم فده شغل مدير فني ايوه طبعا فاكيد انتوا اتعاملتوا مع هذا الامر بشكل جيد كمان مع زمايلكم ان انتم ما حسيتوش ان المدرب انه لو انا قعدت بره انا هعمل مشكله فواضح ان ده كمان فيكم انتوا كمان لا ما بقول لحضرتك هم اللعيبه محترمه جدا يعني انا كنت شايف مثلا لو سمير انا مثلا انا توقفت ماتش واحد ماتش الانتاج اللي لعب مكاني هو اللي كسبنا مثلا يعني كسبنا ماتش الانتاج ده برده من اصعب الماتشات اللي احنا لعبناهم كنا بنلعبهم في السلام كسبناهم 2-0 كان ماتش صعب برده وانا كنت موقف فيه فربنا كرمنا برده يعني ما كانش واقف على حد يعني سمير اتوقف لا مش فارقه سمير مثلا هداف الفرقه وبيصنع على اهداف ولا حاجه لا كل لعبه بيلعب مكان ينزل وكسبنا 2-0